شرع وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطل عمامرة بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية اليوم في زيارة عمل تدوم يومين إلى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. واستقبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأديس أبيبا من طرف رئيسة الجمهورية الإثيوبية سهلي وورك زودي التي نقل إليها التحيات الحارة والأخوية من أخيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا مضمون الرسالة التي تنصب على ضرورة بعث ديناميكية جديدة في الشراكة التي تجمع البلدين اللذين تربطهما علاقات صداقة وتعاون تاريخية، تكللت في جوان 2013 بالتوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية. من جهتها أشادت الرئيسة سهلي وورك زودي بجودة الروابط التاريخية بين الجزائر وإثيوبيا، مؤكدة على التزامها بالعمل سويا مع أخيها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على تعزيز التعاون الثنائي وتوطيده في جميع أبعاده. رئيسة إثيوبيا وبعد أن أشادت بدور الجزائر ومساهمتها الكبيرة في خدمة السلم والاستقرار في إفريقيا لا سيما وساطتها الناجحة بين إثيوبيا وإريتريا، كلفت رئيسة الجمهورية الإثيوبية المبعوث الخاص لرئيسها الجمهورية أن ينقل للرئيس الجزائري خالص تحياتها وأطيب تمنياتها بموفور التقدم والازدهار للدولة والشعب الجزائريين.